السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من G4G بخصوص Legacy of Discord. من أكتر الحاجات اللي الناس مهتمة بيها هي الدايموند والماس، وعنوان الفيديو غريب شوية وتحس انه كده مش ما يتفهمش منه حاجة، بس أنا تعمدت الموضوع لأن هتكلم عن كل حاجة بخصوص الماس، التحويش، الشحن، كل حاجة. أولا نتكلم في أكتر مشكلة بتواجه الناس هي موضوع الشحن، واسمحوا لي او سامحوني يعني ان انا اتكلم على الطريقة او الموضوع كله بخصوص مصر فقط لا غير، لانه مصر هي البلد اللي انا عايش فيها وعارف فيها ايه وعليها ايه ومنها ايه وليها ايه واللي انا اقدر اتكلم فيها وفاهم كل حاجة ومن خلال تجاربي يعني. فلكن البلاد التانية بالنسبة للسعودية، بالنسبة لاي بلد تانية، انا معرفش طرق الدفع فيها ايه، ما جربتش، فعشان كده مش فاهم. فخلونا نتكلم بالنسبة لمصر. مصر فيها طريقتين للشحن، طريقة مقرفة شوية ولفة، وهي طريقة تشتري بطاقة جوجل بلاي امريكية US، وبعد كده تحول الجيميل بتاعك امريكي وتعبي الرصيد في الجيميل من خلال البطاقة، وبعد كده تشحن من خلال الجيميل. الموضوع صعب ولفة ورخم وغالي ومكلف. عشان تشتري بطاقة جوجل بلاي امريكية من وان كارد او كاشيو او اي موقع من المواقع اللي بيبيع الكرود دي اونلاين بتكلفك كتير جدا، لكن في طريقة اوفر بشوية هي طريقة البنك. تعمل كريدت كارد تقدر تشحن من خلالها، ولازم يكون سنك 18 سنة على الاقل، وانا هقولك دلوقتي نوع بطاقة معين بيشتغل وانا جربته شخصيا. طيب باختصار، الموضوع بالنسبة للبطاقات او الكريدت، مش اي كريدت تشتغل على الشحن، في بطاقات معينة هي المخصصة للموضوع ده. عشان كده انا جايب لكم نوع معين من البطاقات لازم تعمله في البنك، هو ده اللي بيشتغل والدنيا حلوة ولذيذة فيه. بس لازم يكون عندك بطاقة شخصية، يعني يكون عندك 18 سنة ومطلع بطاقة. الموضوع بسيط جدا، بتروح البنك اسمه البنك العربي الافريقي الدولي بالنص كده، موجود في مصر ياما، موجود كتير. بتروح تعمل الفيزا او الكريدت بتاعتك، تقول له عايز اعمل بطاقه اسمها فور يو، الصوره اهي. بطاقه فور يو دي انت بتعملها حضرتك، بتاخدها في نفس اليوم وبتفعلها بعد ما بتاخدها او بعد ما بتستلمها من البنك، تقريبا بعدها ب 8 ساعات او 6 ساعات على حسب بقى البنك ما بيقول لك، وتكلفتها مش هتكمل 200 جنيه. الكلام ده من سنه او من 6 شهور، بلاش سنه، معرفش بقى الوضع ايه دلوقتي بظروفها، مش داركها انا لحد دلوقتي والله. بس هو البنك ده انا اشتغلت فيه، اشتغلت بيها منه واشتغلت والدنيا حلوه. طيب عايز تريح دماغك من القصص دي كلها، بطاقات جوجل وبطاقات البنوك ومتخش بنوك، القصص دي كلها انا بشحن للناس. انا بشحن، بتديني الايميل بتاعك وبتحول لي الفلوس بتاعتك في فودافون كاش، بتواصل معايا عن طريق تويتر. ارجوكم يا شباب اللي عايز يتواصل معايا بخصوص اي حاجه كلمني على تويتر، انا موجود على تويتر باستمرار وبرد على الناس على تويتر باستمرار، لكن الواتس واي حاجه ثانيه الموضوع بيبقى صعب. عايز نشحن لك برضو، ما عنديش اي مشكله، بنتكلم مع بعض ونشوف الاسعار وهقول لك الاسعار والدنيا فيها ايه وكل القصص دي كلها. طيب ده بالنسبه للشحن، نركنه بقى على جنب عشان ده ايه الوش بتاعه وجع القلب. طبعا الشحن المجاني صعب جدا، وانا اتكلمت فيه قبل كده وانتم عارفين الطريقه اللي انا جربتها قبل كده وشحنت بيها مجاني بتاعت واف والقصص دي، هحط لكم الفيديو برضو تحت في الوصف بتاع واف. ده بالنسبه للشحن المجاني. طب نيجي نتكلم بقى في تحويش الدايموند. بصوا تعالوا نتفق انه القهره اللي انت مثلا تحوشت النهارده 10000 دايموند، بالنسبه للناس اللي ايدها بتاكلها وما بتعرفش تحوش، انت النهارده حوشت 10000 صرفتهم في التايكون في اول يوم، بعد التايكون على طول خبط لزق جالك ايفنت ملوش حل، اوعى تيجي بقى انت تحس احساس، عارف تنشلي. يعني بتندم بجد، يعني انت الواحد بيزعل قوي لما يلاقي نفسه صرف الدايموند دوت، كان يصرفه في الحدث دوت كان افضل. طيب انت علشان تبقى فاهم، خدها قاعدة كده في دماغك، نصيحة مني ليك، لو انت بتلعب ليجاسي او ديسكورد لازم تحوش الدايموند فوق 35000، بعد كده تفكر تصرف وما تندمش على اي ايفنت يفوتك. ما تندمش الا على ايفنت يكون في مناسبات، يعني فالنتاين زي الايفنت اللي فات ده كان حدث ممتاز جدا بصراحه، كريسماس، هالوين، دخول الصيف او دخول الشتاء، الموسم بتاع الصيف او موسم الشتاء،
دي كلها حاجات مميزة، دي حاجات معروفة في جميع أنواع الألعاب على مستوى العالم، بيعملوا إيفنتس مهمة كبيرة فيها، فعلشان كده أنت بتحوش لها. يعني إحنا مستنيين دخلة الصيف، توقع إيفنت رهيب الصيف ده، زي الإيفنت اللي فات اللي هو كان بتاع الرزور الصيفي أو السمر سبلاش، مش فاكر اسمه إيه بالعربي بصراحة. فما تندبش إلا على إيفنت يكون بخصوص مناسبة معينة، غير كده أي إيفنت هيتعوض مهما كان شكله ومهما كان نوعه. طيب عشان تحوش دايموند تصبر كده وعلى نفسك وتهدى، الطريقة الوحيدة اللي انت تقدر تحوش بيها دايموند وتستهدى بالله كده، يعني انت تنسى اساسا ان انت معك دايموند. اول حاجة انسى ان انت معك دايموند، انساها شيلها من دماغك. انت معك 20,000 30,000، انسى ان انت معك 20,000، انت معك 5، قول لنفسك ان انا معايا 5 مش هيجيبوا حاجة، اقتنع بدوة، هتلاقي نفسك الموضوع بدأ يهدى معاك. وتاني حاجة هتساعدك على ان انت تصدق نفسك ان انت معاك 5 دايموند ومش معاك 30، هي ان انت ما تفتحش اللعبة باستمرار. يعني انا دلوقتي قاعد انا بتمشى، طب انت بتتمشى ليه؟ انت مش خلصت اليوميات، خلصت النه، خلصت المباراة الموت، خلصت كل حاجة، خلاص اقفل. انت بتعمل ايه؟ انت عارف تعمل ايه؟ يعني انت كده وقفتك دي بخسارة، انت وقفتك دي هتخليك تصرف الدايموندك، حرام والله. فانت خلصت اليوميات وخلصت المهمات وخلصت، خلاص ملهاش لازمة الوقفة ديت. الوقفة ديت هتخليك تقعد تفكر وتدبر وتعمل، لا طب انا هصرف، طب انا هعمل، لا انت خلصت اليوميات وخلصت الليلة بتاعتك النهاردة، اقفل بقى وقعد ساكت كده واهدى بالله وشرب الكوبات شاي حلوة علشان الدنيا تهدى وتقدر تحوش مبلغ كويس. دي الطريقة اللي انت المفروض تمشي عليها علشان تقدر تحوش مبلغ يعني يسندك، يعني حاجة للزمن. ده كان يعني اجمالا كده الدايموند وقصصه. طبعا تحويش الدايموند او الحصول على الدايموند ده حاجه الناس كلها عارفاها، اتكلمنا عنها قبل كده كتير، هحط لكم برده الفيديو بتاع تجميع الدايموند او ازاي تجمع دايموند في اللعبه او طرق تجميع ده او مصادر تجميع الدايموند داخل لعبه ليجاسي ديسكورد في الوصف. رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم.